سيلتا فيجو. نشوف المدرب سيد لويس كاسترو يحاول تحفيز لاعبي في هذه الأوقات. محاولة موجودة لي خاطئة من العقيدي، الأخطاء الفادحة في اللقطة الماضية، ومحاولة موجودة قوية جدا تتخلص الكرة من نواف. تغير ويعني صار هنالك بعض، كانت تبحث الكرة عن رودريكيز ولكن تصدى نواف العقيدي للكرة الماضية. شوف الكرة من جديد اللي تقدم بشكل ممتاز، ولكن الكرة الزاحفة التي أبعدها نواف العقيدي. إذن 4-0 فريق نادي سيلتا فيجو الإسباني يتقدم على النصر هنا في هذا اللقاء الودي بين الفريقين.